ربما هي نهاية مسلسل الهروب بالنسبة لأحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك والعالم. إنه خواكين إلتشابو غوسمان الذي وقع في قبضة السلطة المكسيكية. الرئيس المكسيكي أوريكي بينيا نيتو أكد الخبر على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. إلتشابو سبق وأن نجح في الفرار من السجن في يوليو تموز الماضي، كما كان يفلت في كل مرة من المحاولات التي قامت بها السلطات الأمنية في المكسيك للقبض عليه، وقد أصيب في الرجل والوجه في تشرين الأول أكتوبر الماضي. وفي آخر مرة تمكن إلتشابو من الفرار بطريقة ملفتة من سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة، فقد استقل نفقا مستعينا بدراجة نارية مثبتة على سكة حديدية لينهي رحلة الفرار في منزل قيد الإنشاء وسط الحقول. وشكلت عملية فراره صفعة قوية للرئيس المكسيكي الذي سجل نجاحات ملحوظة في مكافحة كارتلات المخدرات في بداية عودته الرئاسية.